مصر يقولون القرآن نزل في الجزيرة العربية في مكة وقرئ في مصر وقرئ في مصر ويقول وكتب في اسطنبول من حيث الخطوط يعني. أنا لا أجد دولة أخرجت قراء يقرؤون القرآن مثل مصر. وهذا شيء عجيب. يعني تشرق أو تغرب تجد جدير بالتأمل يعني جدا يعني تحس انها وراثة جينات بتنتقل من أناس إلى أناس. يعني تجد إلى الآن عبقريات عمالة تخرج تقرأ القرآن. يعني أنا من أيام شفت ولد في التلفزيون شيخ صغير يعني ما أذكرش اسمه وكذا كان قاعد يقلد كل المقرئين كل مقرئ كأنه أنت قاعد بتسمع الشيخ رفعت ثم أنت قاعد بتسمع مصطفى إسماعيل ثم أنت قاعد بتسمع عبد الباسط ثم أنت قاعد بتسمع فلان وفلان وفلان. المهم أنه مصر في التلاوة متفردة ملاش نظير في الدنيا كلها. وبعدين المصريين قروا القرآن المشايخ قروا القرآن بطريقة فيها تفسير وفيها إيصال في تجسيد للمعاني تجسيد للمعاني بالذات عند الشيخ مصطفى إسماعيل. سر الشيخ مصطفى إسماعيل إيه؟ يعني لما بتلاقي في ناس كده يقولك إنه الشيخ مصطفى إسماعيل ده هو الماستر يعني عبقرية الشيخ رفعت حاجة لكن يجوا عند الشيخ مصطفى إسماعيل ولا يقبلوا فيه أي كلام. أنا من هؤلاء في الحاوي أنا من هؤلاء الشيخ مصطفى إسماعيل العجب اللي فيه والعجيب إنه ممكن تسمع منه تلاوة الآية أو الآيات عدة مرات كأنك تسمعها لأول مرة. يعني في مشايخ لما يقرأ الصورة أو يقرأ الآية لو عاد هو نفس النمط لا تكت عنده شيء غريب تسمع منه الآية فكأنه في هذه المرة بيقرأ غير هذه المرة غير لو عاد الآية 100 مرة لابد أن يعطيك في الإيصال جديد. وبعدين عنده في النغم أنه هو يوقفك كأنه يفسر القرآن ويقرأ. يعني هو بيقرأ كأنه يفسر القرآن ويعطيك المعنى وده كان موجود الحقيقة برضو في الوقوف والمعنى عند الشيخ رفعت بس الشيخ مصطفى جمال الصوت والألحان والمقامات وده كان فطر عنده. يعني ما اعتقدش انه درس موسيقى ما اعتقدش اعتقد ده امر فطري عنده لدرجة اني سمعت رواية لا اعرف صحتها بس سمعتها ان السيدة ام كلثوم وكانت ساكنة جنبه في الزمالك صح. فكانت في قبلية عايزة تقفله مش جاي معاه فقال لها اعملي كذا فعملت كذا فقفل معها وهو قفل معاه القبلية وطلع مظبوط جدا من مجرد انه قال لها اعملي كذا. فالشيخ مصطفى اسماعيل رجل يمتلك النغم ويمتلك ان يوصل لك المعنى. وبعدين كنت سمعت كلمة لواحد من الناس السميعة قال لي مصطفى اسماعيل ده طباخ القرآن. طباخ القرآن قلت له يعني طباخ القرآن؟ قال لي يعطيك الوجبة اللي انت عايزها. تروح لغيره بقى طبعا ما فيش شك ان المنشاوي الشيخ البكاء في خشوع جدا عند المنشاوي وانت بتسمعه في الحزن النغم منه. طب بمناسبة الشيخ البكاء لانه يعني احنا انا معتبر يعني الحوار هذه المرة يعني حوار يعني مفتوح ثقافي شوي. لكن هو باب من ابواب القرآن طبعا برضو.